المناظر الجميلة اللي كنت بشوفها في الريف الحقيقة، يعني سواء في المعصرة الحتة اللي أنا كنت اتولدت فيها أو في المرج، يعني الحتة اللي فيها ريف وفيها جمال الطبيعة دي كانت بتأثر فيها قوي، فأنا أحب قوي أنقلها بأمانة زي ما أشوفها يعني بطريقتي أنا، وبتبقى حاجة حلوة. يعني لما بشوف منظر يعجبني أنا باخد له سكتش بالرصاص، وبالتالي أنا بنقله في الزيت لو ما كنتش يعني المكان لا يسمح بوجود العدة معايا، لكن أنقله وأكتب على اللوحة الألوان الموجودة حتى وأنا في الأتليه ما انساهاش، يعني عارفة ازاي. لكن البورتريه عادي، البورتريه ده لازم يكون شخص قصادي برسمه في الطبيعة، وده إحساس شخصي، التعبير يعني تعبير الموديل اللي قاعد وأنا كرسام. بالنسبة لمعرضي آلة الزمن، فهو تجربة أنا شغال عليها من سنتين من وقت اللوك داون بتاع كورونا، وهي يعني محاولة تأمل، بحاول أشوف إيه الحاجات الحلوة اللي ممكن أستفيدها من تجربة زي دي، ويعني بدور دايما على طاقة تفاؤل. فأنا حاسة أنه أكتر حاجتين عرفنا قيمتهم في الحبسة يعني بتاعت اللوك داون، أولا في ناس كتير بدأت تبص لبلدها جوه مصر ونشوف حاجات جميلة فيها ونقدرها أكتر، فده باين في الشغل بتاعي. وكمان الطبيعة عرفنا أكتر قيمتها وعرفنا أهميتها وإن احنا لازم نحافظ عليها، مفيش مفر من ده يعني. والحاجة التانية برضو الناس القريبين مننا، يعني هتلاقي لوحات كتيرة فيها البني أدمين معمولين بشكل سيلويت كأوتلاين وبورق ذهب، ودي محاولة لإظهار قيمتهم، إنه في الوقت ده كنا مفتقدين جدا صحابنا وأهلنا اللي مش عارفين نشوفهم يعني. من ناحية التقنية فشغلي بيعتبر معظمه ميكس ميديا، وطبعا ميكس ميديا تقنية مركبة شوية، يعني بتحتاج الأول خبرة في كل خيمة لوحدها، طبعا دي سنين دراسة، أكريليك لوحده وزيت لوحده، وبعد كده تجريب بين الخامات المختلفة. في بعض اللوحات فيها كمان طباعة مونو برينت مع البينتينج، ده خليط، وفيها كولاج، واللوحات يعني شبه حلم كده، يعني فيها أسلوب سريالي شوية وفيها تنقل بين فترات زمنية مختلفة.